التوزيع تقدم. Na 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 na.
سابقا في الأب الروحي. أنا هحكم عليك بالرعب والخوف. أنا حكمت على حسن بالطرد من الدار دي. بس الواد عمار طلع أصيل، قال لي كل حاجة من ساعة ما كلمته أول مرة. بلاش دم يا بحر، بحر عمره ما بيوجع يا سميح. أبويا وحاج تربيتي ليك، اتخبيني عندك يومين شعبان هيقتلني. انت عمرك ما استقلتي بيا، قلتي بنت عيلة مين دي؟ اتجننت يا بنتي ولا ايه؟ انت اول ما كلمتيني سبت كل حاجه في ايدي وجيتلك على طول. انا بعملش كده مع حد على فكره. الموبايل ده بيعمل ايه في الدولاب؟ يحيى العطار ما بيخونش. يحيى يبقى عم ابني وزي اخويا بالظبط. ابي شوفي لك بقى حد بعد كده يلم وراكي غير يحيى يا ناديه، فهماني؟ حق صلاح لازم يرجع من اللي عمل فيه كده. قدرنا نوصل للي عمل كده. مين؟ حد له علاقه بالاسر. قولي ان انت كمان بتحبيني. انا بحبك يا عمار. انا هتجوز مروان. تتجوزي مروان؟ اتجننتي؟ اخش برهان كبير بكل فلوسي على سيف العزازي. عالبركة. احنا هنخزن في مخزنك يا سيف الشحنتين. لو في واحد جاي على اخواتك وعلى ابوك همحيه من على وش الارض. سليم العطار. عمار ده يبقى ابني. هان عليك ولدك يا سليم. مش قادر اصدق انك سبتني بس يومها عشان خاطر انا واحد من اللي اتربى في الدار. معزتك عندنا كبيره قوي. الحب بيضعف وانا حبيتك، وانا في الفتره اللي جايه دي مش لازم اكون ضعيف ابدا. انت مش سليم اللي انا اعرفه. في بلاغ بتقدم ضد الدار انكم بتقوا هاربين من القانون، وفي سلاح جوه الدار كمان. ادخلوا فتشوا المكان. في بلاغ بتقدم ضد الدار انكم بتقوا هاربين من القانون، وفي سلاح جوه الدار كمان. هربانين وسلاح؟ ده مين اللي بيحبنا قوي كده ومقدم فينا الاتهامات دي كلها؟ مش مهم مين، المهم ان انا جاي اشوف شغلي وانا معايا امر بالكلام ده. ادخلوا فتشوا المكان. ممكن اطلع ترخيص الورق بتاع المكان؟ طبعا حضرتك ده حقك. ده وقت ينفع يغيب فيه حسن على الدار؟ انا وكان عارف ان هما جايين. انت كمان اتفضل حضرتك. شوفوا في الجزيره ايه. اتفضل اتفضل. خلاص بقى يا ما ولا عاش ولا كان اللي زعلك. يا ما زعلوني وعاشوا. ده تقريبا ما بيعيش الا اللي بيزعلوني. وغلاوة يحيى عندك ما تزعلي. مفيش ولا حاجه في الدنيا تسوى تكشيره البني ادم. مش انت اللي كنت دايما تقولي لي كده ولا ناسيه؟ كنت غلطانه يا في حاجات كتير بره الحرم ما كنتش اعرفها، بس انا اللي استاهل. انا اللي خرجت من داري. وغلاوتك عندي اللي جابلك قصر احسن من ده. احسن من ده ايه؟ انا هجابلك القصر نفسه وقعدك فيه لوحدك وبكره تشوفي. ما تقعديش بحاجه مش هتقدر تعملها. انا القصر ده كان حلمي عشان كان زين وعدني بيه. انا مكاني بيتنا، بيتنا اللي اتولدت فيه وهفضل فيه لحد ما اموت. ياما ربنا اديكي طولة العمر. ما تقوليش كده، من هنا ورايح مش هتعيش الا احسن عيشه، ومش هتقعدي اللي في احسن مكان. بيتي هو احسن مكان يا يحيى. انا ما كنتش مرتاحه في القصر، انا كنت بمثل اني مرتاحه عشان ما ارجعش اقعد لوحدي. بعد انت ما مشيت وسبتني والبيت فضي عليا. وانا مش هسيبك تاني يا امي. هنرجع نقعد مع بعض تاني ونرجع كل حاجه. يا ريته كان ينفع يا يحيى. لا انا بقيت انا ولا انت بقيت انت. انا هرجع بيتنا اتونس بالجنين وقعد اناكب فيهم زي زمان عشان ما زهقش. مفيش الكلام ده. انت هتيجي تقعدي عندي في البيت. انهو بيت ايه؟ بيت ريهام ولا البيت اللي ابوها جابهولك؟ ولا بيت ريهام ولا بيت ابوها. انا هشتري لك بيت. بيت ايه؟ انا هشتري لك فيلا وفي احسن حته فيك يا بنت. ومين اللي هيجيبهولك المره دي؟ ها؟ مين اللي هيجيبهولك؟ كفايه كفايه يا يحيى. هتفضل تلف كده على طول؟ انت ما تعبتش يا ابني؟ تعبت يا ماما، تعبت قوي. بس مين يا ماما اللي دخلني اللعبه دي؟ مش انتي؟ انت يعني قبل كده كنت بتعمل ايه؟
كنت بتسرق عربيات. أنا كنت فاكرة لما تجور الكبار هتكبر، بس هما مش هيسيبوك عمل كده، هما عايزينك تبقى كده. أنا مش هبقى كده ياما، أنا مش هسكت إلا لما أبقى أهم واحد في اللعبة، وبكرة أفكرك. لا يا بي، لا يا يحيى، كفاية، تعالى نرجع بيتنا، وأنت معك قرشين، افتح مشروع صغير كده على قدنا. خلاص ياما مبقاش ينفع، اللي بيدخل اللعبة دي ما بيخرجش على رجله. ما تخوفيش عليك يا ابني. ما تخافيش يا امه، عمر الشاي باقي، وانت من ساعة ما خلفتيني وانا اعشق واحد في الدنيا. ما تريحي قلبي بقى يا امه وتيجي تقعدي معايا. ينفعش يا ابني، ما ينفعش اغلط الغلطة دي مرتين. روحني، روحني بيتنا، بيتنا زمان ومقلوب ومحتاج تنظيف. أم حسين وأم سيد وسعدية وحشتني خناقاتهم. أنا كرهت تحط زبالتها على زبالتي واللمة. أنا ماليش غير بيتنا بولاقي الجميلة. روحني يا ابني، روحني. حضرتك دي كل الاوراق اللي ليها علاقه بترخيص الدار، الورق كله سليم وبيتجدد اول باول حضرتك زي ما انت شايف. هو واضح ان الورق سليم فعلا، بس ده ما يمنعش ان في مخالفات تانية كتير. لا مخالفات ايه بس حضرتك؟ ايه بس يا فندم؟ خير، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. نورني حضرتك. مين حضرتك؟ شغال ايه هنا؟ انا حسن العطار ابن زين العطار، صاحب المكان ده. طب فين سميح؟ لا سميح ده حضرتك هو مدير الدار، بس هو مش موجود حاليا. انا موجود في حد ذاته، ده مخالفه. خلف ليه بس يا فندم؟ ده هو في مشوار وراجع بسرعه يعني، حضرتك ما تقلقش. طيب احنا نعمل محضر بالمخالفات الثانيه على ما يرجع. محضر ليه يا فندم؟ ايه اللي حصل؟ حضرتك اكيد عارف ان دي دار ايتام وممنوع حد يبقى موجود فيها سنه يتعدى 18 سنه، وانا شايف هنا ناس انها عدى الكلام ده بكتير. لا يا فندم، ده دول مشرفين في المكان وده عندنا عرف طبيعي بنعمله. شوف حضرتك، قدم لي ما يثبت ان هم مشرفين وموظفين، انا ما عنديش مانع وهثبت لك الكلام ده في الواقع. بخلاف كده انا مضطر اثبت ان انا شفته بعينيا. بعدين ده تكليف جالي من الوزارة. من الوزارة؟ من الوزارة، يعني وصاية. وصاية؟ والوصاية جايب ايه بقى ان شاء الله؟ قفل الدار. نعم؟ لا لا لا، قفل الدار يا فندم بعد اذن حضرتك، يعني حضرتك ابن ناس ووشك سمح. استاذنك بس تديني يومين بالظبط، احضر كل الاوراق المطلوبة وتبقى جاهزة. ان شاء الله. بقول لحضرتك توصية ومن الوزارة تقول يومين، الكلام ده مش هينفع الا في حالة واحدة بس. يجي الشخص المدير المسؤول اللي اسمه موجود عندي هنا ويمضي تعهد ان هو هيصح الاوضاع اللي موجوده في الدار دي في فتره قصيره جدا. وبعدين انا اسف، انا حضرتك مالكش اي صفه في المكان. ممكن اعرف بقى مين المسؤول هنا؟ انا المسؤول عن الدار. طيب يا صاحب الدار، السلاح ده بدون ترخيص، انا مضطر احرز السلاح واقبض عليك. يا فندم بس تقبض عليه ليه؟ خطوه عزيزه يا سعاده الباشا. منور خدامك سميح مدير الدار، والظرف اللي في يدي ده فيه تراخيص السلاح وكل الورق المطلوب. ألف سلام عليك يا شيخ عبد القادر. الله يسلمك يا عمار، فيك الخير يا ولدي. يلا بقى عمدة، شد حيلك، الدهار ملوش حس من غيرك يا عمدة. البركة فيك انت ورجاية، كأني موجود واكتر. رؤية بنتك دي جدعة يا عمدة، انا عمرك كنت اتخيل ان في بنت ممكن تكون كده واخدة بالها من الدوار وكأنها انت، وفي نفس الوقت مرعاياك كأنها حد تاني. طول عمرها دماغها ناشفة، واللي في دماغها عايزة تعمله بتعمله. شفت بعيني عمار. أمرني يا شيخ عبد القادر، عايزك تقف جنب رجاية لو حصل لي حاجة. خد بالك من الدوار يا ولدي. بعد الشر عليك يا راجل يا طيب، إن شاء الله أنت هتقوم لنا بالسلامة وتاخد بالك من كل حاجة. أنا يمكن مش من الكفر، بس ربنا العالم أنا بحبكم إزاي وقد إيه أنا بعتبركم أهلي يا عمدة. احنا من اهلك يا ولدي.
ربنا يديم المعروف. لا قل لي عمار، انت ما تعرفش حاجة عن اهلك؟ لا، كل اللي اعرفه ان ابويا مات قبل ما اتولد، وامي ما كانش معاها فلوس تصرف عليها فرمتني في الدار. هو انت بتسأل ليه يا عمود؟ يا مجرد دردشه، بس ليه ما اعرفش حاجه عنك؟ بس والله انا جدع وابن حلال، حتى سأل عني في الدار، كل الرجاله هناك بيعتبرني اخوهم. عارف يا عمار، انت تربيه زين الشيخ سلامه. يعني انا عمده، يعني لو كنت عايز اتجوز تفتكر في ناس ممكن ترضى بيا؟ اي بيت يشرف بيك يا ولدي، حتى لو البيت ده بيتك يا عمده. تقصد ايه؟ بصراحه يا عمده انا رايد روايه، وكنت عايز اطلب ايدها منك، بس كنت خايف ما توفيشك مني، يعني ماليش اهل. طب انت حاسس انها هتوافق ولا مش هتوافق؟ ان كان عليا انا موافق، بس في حاجه لازم تحصل قبل ما يحصل لي حاجه عشان اطمن عليكم. العمودية يا ولدي طول عمرها في يد العطارية، عايزك انت ورقية تبقوا مكاني لو مت. بعد الشر عليك، بس انا استحالة ابقى العمدة. اللي اعرفه يعني ان العمدة لازم يكون من العطارين. طب من العطارين يا ولدي؟ ابوك يبقى سليم العطار يا ولدي. الورقة دي تثبت ان مدير الدار، والورقات دول تراخيص السلاح اللي سعادتك جاي علشانها. ماشي، بس كده لسه في عندكم مشكلة تانية. الناس اللي موجودة هنا ومتجاوزة السن القانوني، وانتوا بتقولوا ان هم موظفين، هم لهمش ما يثبت ذلك، لازم يمشوا. بس ده يا سعادة البيع، هو اليوم ولا تنين ونخلص كل حاجة. احنا ماشيين بالقانون يا سعادة البيع، والمكان ده مفتوح ثواب، مفتوح لوجه الله وبس. بما ان انت المدير، الاجراء القانوني المرة الجاية هيبقى معاك انت. حاضر يا بيع، امرني يا سعادة الباشا. اتفضل اتفضل، تعال وقع لي هنا. حاضر. اتفضل امضي هنا سميح. حاضر يا سعادة الباشا. يلا بينا. ايه اللي جابك يا سميح؟ اهلا يا عمار، ازيك؟ الحمد لله. واقف ليه يا عمار؟ ما تقعد، اتفضل. خير؟ في حاجة حصلت في البلد ولا جاي تحاول تقتلني تاني؟ لا اطمن يا سليم بيه، رجالتك فتشوني كويس وخدوا مني سلاحي. وحتى لو بسلاحك يا عمار، أنا متأكد إنك ما كنتش هتعملها تاني، متأكد إنها كانت ساعة شيطان. وأنت عارف ساعة الشيطان دي حصلت إزاي؟ يومها جالي عم سميح وقال لي اللي يجي ناحيتي تعمل فيه إيه يا عمار؟ قلت له أقتله. إداني السلاح وقال لي سليم العطار.
ما كنتش اعرف ان ابويا اللي رباني عايزني اقتل ابويا الحقيقي. ابويا اللي ما يعرفش عني اي حاجه. عمك عبد القادر حكاها لك؟ هو ده اللي فارق معك؟ اكيد لا يا عمار. انا لما فضفضت مع عمك عبد القادر كان في حته جوايا بتدعي انه يحكي لك. كنت خايف لموت في يوم من الأيام والسر ده يموت معايا. ما جيتش انت قلت لي ليه؟ تفتكر يعني لو كنت قلت لك كنت هتسامحني؟ لا طبعا. الأب مش هو اللي بيخلف يا عمار، الأب هو اللي بيربي، وأنا ما ربيتكش وما استاهلش اكون ابوك. طب ما دام كده خلفتني ليه يا سنين دي؟ غلطه. وكنت عارف ان حسابها حييجي. يعني انا ابن حرام؟ لا انا اتجوزت امك على سنه الله ورسوله. طب هي فين؟ الله يرحمها. وانت متاكد؟ يا ابني أنا طول الوقت كنت عايزك تعرف. كان نفسي قوي يا عمار تتربى معايا في حضني، بس والله كنت خايف عليك. كنت عارف إن قربك مني في خطر عليك يا عمار. هو أنا لو كنت قتلتك يومها كنت عايش إزاي بذنبنا؟ طب بلاش، قول لي انت عايش ازاي كده وعارف ان ابنك مرمي في دار ايتام؟ انت ما تعرفش انا حصل لي ايه السنين اللي فاتت دي كلها. ما تعرفش ولا يفرق معاك. لا يفرق. وكنت عارف كل اللي انت مريت بيه. انا كنت بسأل عنك طول الوقت يا عمار، اخبارك كانت عندي على طول. عارف يا عمار يوم ما حاولت تضربني بالرصاص أنا كنت حموت، مش عشان خوف، لا، علشان ده اللي أنا كنت حامل همه طول عمري. طول عمري حامل هم المواجهة دي. في حاجات كتير يا عمار حصلت في حياتي انا ما اخترتهاش، لكن اخترت ان انت تكون بعيد عني. عارف ليه؟ عشان احميك مني. تحميني منك؟ تحميني منك ازاي يا سليم بيه؟ تحميني ولا تحمي نفسك؟ انت رميتني يا سليم بيه، رميتني زي ما انت بترمي اي حاجه انت مش عايزها. هو النبي بلاش تقول مبررات ملهاش علاقة بالحقيقة. انت مش فاهم ولا عارف حاجة. انت اللي ما تعرفش حاجة يا سليم بيه. تعرفش قد ايه طول الفترة اللي فاتت دي انا كنت محتاج اب جنبي. اب يقويني ويكون سند ليا، يكون ظهر. انا على فكره جاي ومش عايز منك حاجه. انا بس كنت جاي اثبت لنفسي ان الحب، قصدي الكره اللي اتولد جوايا يوم ما شفتك، ما كانش من فراغ. عارف يا عمار انت ما قتلتنيش يوم ما حاولت تضربني بالرصاص في القصر، انما النهارده انت قتلتني. انا
الله يرحمك يا سليم بيه. أوعدك إن لو افتكرتك في يوم من الأيام مش هدعيلك. سرحانة قوي كده ليه؟ قلقانة على صالح. لا ما تقلقيش، طول ما هو بيتنفس يعني في امل. عارفه يا سلمى، انا شفت مع ابوكي ايام اصعب من دي الف مره، بس عمري ما يئست، دايما كان عندي امل انه بكره هيكون احسن. ماما انت عارفه ان الضابط يوسف قال ان اللي عمل كده واحد مننا؟ اوعي تصدقي ان احنا ممكن نعمل كده في بعض. طب في حاجه تانية؟ خير يا حبيبتي. ندى مالها؟ هو انت عملت حاجه تزعلها؟ خالص، انا ما شفتهاش بقى يومين ثلاثه. امال هي عملت كده ليه بس؟ عملت ايه ندى؟ عايزه قال لي هي راحت لمروان وسابت البيت واتجوزه. انا مش عارف اعمل فيك ايه دلوقتي. اللي انت عملته دلوقتي خليني احبسك، وانا مش عايز احس صورتك قدام شباب الدار. طب انت ليه مش عايز تسمع؟ اسمع ايه يا عزيز؟ هتقول ايه يعني؟ انا مش عارف انت ازاي خبيت عليا كل ده. حسن سميح زينا ملوش مكان بره. انت نفسك لما خرجت بره الدار دقت النار بتاعت العيشه براها، هو كمان معرفش يعيش بره. طب يا ترى بقى انت فاكر رميل اتطرد من الدار؟ انت فاكر اصلا سميح خرج من الدار ليه؟ فاكر؟ بجد يا عزيزي انا مش عارف اثق فيك ازاي بعد كده. والله العظيم يا حسن كنت هقول لك، انا عارف ان انا غلطان، حقك عليا. وبعدين اديك اهو شفت وجوده طلع خير. يعني لو سميح ما كانش موجود كان زمان الدار اتقفلت. احمد ربنا حسن الدار محميه بس انا اصلا سبته عشان كده يا عزيز، سبته عشان كده. للاسف كل حاجه في الدار مكتوبه باسمه، وفي وسط اللدخه اللي فيها ديت ما عرفتش اغير اي حاجه في الورق، بس ان شاء الله في اسرع وقت هغير كل الاوراق اول لما ارجع على طول. طب هتتاخر؟ لسه مش عارف، بس ان شاء الله. لا المهم تخلي بالك من الدار، عينك ما تنزلش من على سميح. صدقني يا حسن سميح اتغير وحقك عليا. اوعى تكون فاكر يا سيف انها كده خلصت. العطارين محدش بيقدر عليهم، ما انت عارف العطارين ما بيتكسروش. هدي اخلاقك بس يا سليم عطار، هو انا عملت ايه عشان كل ده؟ لا عملت يا سيف، عملت اكتر حاجه هتندم عليها بقيت عمرك. لما تفاوض على ارضي وانا منتصر احسن ما تفاوض وانا مهزوم ومش في ايدي اي حاجه ولا املك اي شيء. يعني بالعربي كده ابني ما يبقاش على كتفي وراح ادور عليه. ما هو مش ابنك ده، انت خطفته. وعموما انا هتصرف وهحل الموضوع ده من فوق، وبقى وريني بقى هتعمل ايه. بس يا معطار انا ورقي متستف والسلاح في مخازني، انت بقى مشاكلك مع جهان روح قال لها، هات ناس هات رجاله اتصرف بقى، مش انت الكبير ولا ايه؟ انت خنت اللي بينا وغدرت بيا وبالباقيين، بس انا مش هسيبك يا سيف يا عزازي، سامعني؟ مش هسيبك يا سيف يا عزازي، حتى لو كان ده اخر حاجه هعملها في حياتي. بقول لك ايه يا سليم؟ انت خلاص خلصت، بقيت هوا. فاهم يعني ايه هوا؟ بلاش الغرور اللي انت فيه ده يا اخي. الحساب يجمع يا سيف.
الحساب يوم الحساب يا سليم يا عطار. عارف يا سميحة انا ما رجعتكش الدار ليه لما قتلت بحر؟ عشان بطلت اصدقك. ولو كنت رجعت الدار كان هيرجع معاك مشاكل ملهاش اول من اخر. وشعبان عمره ما هيسيب الطار بتاعه عندك. الطار ده عشان كنت بحميك. نجيتك من موت يا واد العطار. لا يا سميح. انت لقيت نفسك خسرت كل حاجه. وكمان بعت الراجل اللي امن لك. برا يا حسن. انت زعلان من عم سميح عشان قتل البحر اللي كان رافع سلاحه عليك؟ بحر مش فارق معايا يا عزيز. اللي فارق معايا الخيانه والغدر. هم دول اللي انا بتكلم عنهم. ما انت عارف عم سميح من زمان يا حسن. اكيد ضميره صحي فجاه وحب يصلح غلطته. ولا ايه؟ اللي فيه ده ما بيبطلوش يا عزيز. اسمع. يا تخليك محضر خير. يا تقفل خشم. صوتك ما يعلاش يا سميح. صوتك ما يعلاش. اوعى تكون فكرت ان انت عشان جيت وقفت جنب الدار بالورق دوت فاحنا هننسى كل حاجه. لا. اللي فات لسه موجود يا سميح. عايز اقول لك انا هرجعك الدار مش عشاني، عشان اخدت راي الشباب كلهم وقالوا مهما كان ده عم سميح. تخيل العيال طلع عندها اصل مش زيك رغم كل الاذى اللي اذيته لهم. انا راح اتم مع النباتشيه الحق اصلا. طب يا عبيد قول لي السواق يجهز عشان يوديني المطار. حاضر حسن. المطار؟ انت مسافر مصر دلوقتي؟ لازم اقابل مدام جيهان واتكلم معاها. لازم نخلص من موضوع الحكومه ده. اول مره حد يجي لنا الدار الحاجات دي لازم تخلص بالقانون. طب بالمره يا ريت تكلمها في موضوع الميزانيه. خزينه الدار بيقل يا حسن واول مره ياخرها لنا الشهريه كده. طيب ما تقلقش انا هتصرف وان شاء الله خير. بص بقى يا سميحه، اللي عامله ده يا اما يبقى صح يا اما هتبقى اكبر غلطه غلطتها في حياتي. انا هرجعك الدار مع اني غلطت بدل المره اتنين، بس برضه هديك الامان مش عشان خاطري، لا عشان خاطر العيش والملح والعشره اللي بينا. بس صدقني يا سميح لو غلطت الثالثه الموت هيبقى اهون كتير من اللي ممكن اعمله فيك. ياه أنا مش مهمة عندك للدرجة دي؟ لدرجة إنك تخبي عني حاجة مهمة بالشكل ده؟ مريم دي صفحة قديمة وكنت قفلتها من زمان، من قبل حتى ما نعرف بعض. سر كان مدفون بيني وبين زين الله يرحمه. سر؟ أنت شايف حاجة زي دي ينفع تبقى سر؟ مريم حبيبتي انت عارفة انت بالنسبة لي ايه؟ انا عمري ما خبيت عنك حاجة، بس في امور. بس 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 يا سليم، انا اكتشفت ان انا بالنسبة لك ولا حاجة. انا كنت فاكرة ان احنا واحد واني اعرف كل حاجة عنك زي ما انت عارف كل حاجة عني. بس للأسف انا لقيت نفسي مخدوعة، ومن ساعة ما سمعت كلامك مع عمار وانا بحاول ادور لك على سبب يقنعني علشان اسامحك، لكن للأسف ما لقيتش ولا سبب يخليك تخبي عني. بس عندك حق، أنا مزعلة نفسي ليه؟ إذا كان خبيت عن ابنك نفسه إنه ابنك مش هتخبي عني أنا؟ أنا خبيت عنك وعنه عشان مصلحتكم. بس لازم تعرفي يا مريم إنه مش سليم العطار اللي يبيع ضناه أبدا إلا لو كان في سبب أقوى منه. أرجوك يا مريم بلاش انت كمان تكوني عليا في اكتر وقت انا محتاج فيه تقفي جنبي. انا طول عمري واقفه جنبك يا سليم، ومن يوم ما عرفتك ما كنتش عايزاك غير انت وبس. ما كنتش شاغله بالي لا بفلوسك ولا باسمك ولا بعيلتك ولا بتشتغل ايه. كنت عايزاك انت يا سليم، انت وبس. كنت شايفه انك الهديه اللي بعتها لي ربنا. وانا زي ما انا، أنا زي ما أنا يا مريم. حبيبتي أرجوك اصبري عليا كم يوم دول، ولما أرجع أحكي لك كل حاجة بالتفصيل وهصلح كل حاجة، وأنا واثق إنك ساعتها هتعذريني. ها اتفقنا؟ اتفقنا
انت رايح فين؟ سفرية شغل سريعة. طب هترجع امتى؟ مش عارف سليم. انا عايزة اقولك ان الدنيا مش شغل وبس، في حاجات كتير قوي حلوة وحاجات كتير قوي نفسي عايشها معاك. احنا كنا بنشوف بعض قبل ما نتجوز اكتر من دلوقتي. ايه اللي خدك مني يا سليم؟ ولا حاجة. وغلاوتك عندي يا مريم، انت لو حسيتي بيا بجد هتعرفي ان انا زي الجبل اللي اتهد من كتر اللي بيشوفه. انا كل اللي حواليا اتخلوا عني. حتى انا؟ انت مش حواليا، انت جوايا حته مني. ده انت المكسب اللي انا طلعت بيه بعد طول السنين دي، وبعد ما اكتشفت ان كل المكاسب طلعت في الآخر خسائر. لكن لا، اسم العطارين اللي أنا دفعت عمري كله أنا وزين علشان نحفره في الصخر لازم يفضل عايش، لأني دفعت ثمنه مقدما. سليم، قبل ما نتجوز أنا عمري ما سألتك عن شغلك ولا اتدخلت فيه، بس دلوقتي أنا مراتك. أرجوك علشان خاطري بلاش السفرية دي، قلبي مش مطمن، قلبي مقبوط. اطمني اطمني، عمر الشقي باقي، وبعدين يعني مش ممكن يكون اللي جاي أصعب من اللي راح. طب علشان خاطري خدني معاك. ما ينفعش. انت فاكرة لما قلتلك ان انا اتأخرت في قرار الجواز عشان خاطر محبش يبقى لي دراع يتلوي؟ راح السفرية دي غير كل السفريات اللي سافرتها قبل كده، ونفسي اسافر وانا مطمن عليكي. ارجوك يا سليم ما تقلقنيش اكتر من كده. سليم، احنا عندنا فلوس كتير قوي قوي، كفينا احنا ولادنا واحفادنا. وكل اللي بعمله ده برضو عشان خاطر ولادنا واحفادنا. سليم، مريم، أرجوك مريم، خلاص خلاص، قضي الأمر. كويس انك جيت، كنت عايز اقولك. انت رحت النادي يا رهام؟ قول بقى انك جاي عشان كده. جاي عشان كده. رحت لها يا يحيى، رحت لها عشان اعرفها ان انا متابعة كل تحركاتها، وان الوضع دلوقتي اختلف. واختلف في ايه بقى؟ اختلف في ان انت ما بقيتش حر يا يحيى. يحيى العطار طول عمره حر. يحيى انا مراتك، وانا مش عارفة علاقتك بيها دلوقتي وصل لحد فين، والموضوع ده مضايقني. علاقتي بيها وصل لحد اللي انت تعرفيه وبس يا ريهام. ما انا كنت فاكرة كده، لكن انا معرفش، اكيد الموضوع اتطور يعني لدرجة انها تبقى سايبة عندك صور وفيديوهات زي دي وعادي كده، هي تبقى عادي. انا ما اسمح لكيش على فكرة، دي مهما كان مرات اخويا وام ابنه. وقلت لك بدل المره الف التليفون ما كانش معاها، وانا واخده من واحد كان متجوزها. فض السيره بقى يا رهام. وهي بقى ان شاء الله لحقت تشتكي لك من كلامي معاها امتى؟ ويا ترى بقى قالت لك تيجي تعمل لي ايه؟ تضربني ولا تطلقني؟ لا، قالت لي انت خنت الامانه والمفروض تكسر التليفون، وهي معاها حق. بص يا يحيى، لو هي بتعتمد عليك بحكم ان انت عم ابنها اتس اوكي، انا ما عنديش اي مشكله، لكن هي لازم تفهم انك جوزي، يعني علاقتك بيها لازم يكون ليها حدود. وانت مال الموضوع ده معصبك قوي كده ليه؟ انا مش متعصبه ولا حاجه. رهام لازم تعرفي ان انا مش هعمل حاجه من وراكي، انا مش وسخ ومش خاين. وما تخنيش ليه يا يحيى، ما تخنيش ليها، عشان مراتك ولا عشان بتحبني؟
بحبك؟ ده السؤال الغريب قوي ده. وانا حاجة انا همشي. وانت عايزاني احبك يا ريهام؟ لا، شكلي انا اصلا اللي بحبك يا يحيى. سليم توين يا واد عمي؟ عشان ما بعرفش افضل في مكان انا خسران فيه يا زين، وما برجعش غير لما اتاكد اني هرجع كل حاجه زي ما كانت واحسن.